السلام عليكم، اخباركم؟ نتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي عالم الامومه مع ام حور. فيديو اليوم ان شاء الله سيكون عباره عن ديالوج، كما تلاحظون خلفي يعني على السبوره سيكون عباره عن حوار بين صديقتين. اذا بالنسبه للاشخاص الذين يرغبون في التحدث باللغه الفرنسيه، هذا النوع من الفيديوهات ان شاء الله سيكون هو الحل الانسب حتى تكتسبوا عبارات جديده وجمل جديده ايضا. إذا فلنبدأ على بركة الله. إذا كما أخبرتكم اليوم سوف أشرح لكم حوارا يدور بين صديقتين. إذا فقط لأضعكم في الصورة، لدينا نوغا إي ساغا، نوغا إي ساغا، ساغا إي نوغا. إذا صديقتين و يعني يشاهدان صور سارة عندما كانت صغيرة. إذا فلنبدأ الحوار. ألو ساغا، الآن سوف تتكلم سارة هي الأولى. La petite fille، la petite fille، la petite fille بمعنى الفتاة الصغيرة. إذا هنا يشاهدون صورة لفتاة صغيرة، فتقول سارة La petite fille، la petite fille. إذا هنا نقول petite avec e لأننا نتحدث عن une fille بمعنى فتاة، بمعنى أن لدينا un nom féminin. La petite fille, c'est moi. La petite fille, elle fait ça sur sa vera, on a fait ça. C'est moi, bimana, innaha, ana. C'est moi. C'est moi à 5 ans. C'est moi à 5 ans, bimana, hiya, ana, indama, kana, umuri, 5 sanawat, ou kana, indi, 5 sanawat. C'est moi. À 5 ans. نقول c'est moi بمعنى انا. C'est toi. انه انت. C'est lui بمعنى انه هو. مثلا اذا طرحت سؤال qui a écrit sur le tableau، من كتب على السبورة؟ qui a écrit sur le tableau، فيمكن للشخص الذي يقف امامي ان يقول c'est moi بمعنى انه انا، او يمكنه ان يقول لي C'est toi بمعنى أنت، أو يمكنه أن يقول لي c'est lui بمعنى إنه هو، نتحدث هنا عن الغائب، أو يمكنه أن يقول لي c'est elle بمعنى هي. Alors ici on a c'est moi، إنها أنا. La petite fille c'est moi à 5 ans، الفتاة الصغيرة إنها أنا بعمر الخمس سنوات. Alors, تجيب نورا. Oh, oh, tu es horrible. Tu es أنت. Tu es أو أيضا نقصد بها أنت، ولكن هنا بما أنها تخاطب سارة فتقول tu es horrible بمعنى بشعة أو فظيعة، أنت فظيعة، أنت بشعة. إذا هنا فقط نوع من المزاح بين الصديقتين، فتقول Oh, tu es horrible. Tu es horrible. Alors, tu jib Sara. Merci. اذا هنا ايضا تجيبها بنوع من السخريه، تقول شكرا، يعني بالرغم من انها لم تمدحها ولكن لانها صديقتها فتقبلتها وقالت merci بمعنى شكرا. Le garçon. Le garçon بمعنى الولد. Le garçon. اذا هنا انتقلوا لشخص اخر في الصوره. Le garçon blanc بمعنى الولد، blanc بمعنى الأشقر، بمعنى أنه أشقر، فتقول le garçon blanc. لاحظوا معي هنا garçon كتبناها باستعمال CCD. CCD لأن إذا قمنا بحذف هذه العلامة فسوف نقرأها garçon، لأن C مع O كما أخبرتكم في الفيديوهات السابقة تقرأ كو، لذلك نكتبها بسي سي دي حتى نقرأها سو. لو غارسون بلون، الفتى أو الولد الأشقر. سي مون فرير، لو غارسون بلون سي مون فرير. سي مون فرير، إنه أخي. سي مون فرير. Alors là on a un adjectif possessif. سبق ووضعت لكم أيضا فيديو يتحدث عن les adjectifs possessifs. C'est mon frère. هو شخص واحد وأنا شخص واحد.
وأريد أن أقول بأنني أمتلك ذلك الشخص لأنه أخي، فأقول c'est mon frère، c'est mon frère. Alors, merci. Le garçon blanc, c'est mon frère. Le garçon blanc, c'est mon frère. بمعنى الفتى الأشقر، دائما يتحدثون عن شخص يوجد في الصورة. الفتى الأشقر، إنه أخي. C'est mon frère. Alors, تجيب Laura. Il est drôle. Il est. هو. Il est. On a le verbe être. Le verbe être. Il est drôle. بمعنى إنه يعني مضحك. Il est drôle. Drôle. مضحك. نقول c'est drôle عندما يقوم شخص بشيء مضحك أمامنا أو يقول شيئا مضحكا، نقول c'est drôle. C'est drôle. Sarah. Oui. Angel. C'est un vrai clown. C'est un vrai clown. إنه بهلوان حقيقي. Oui. أجل إنه بهلوان حقيقي. Oui. C'est un vrai clown. Oui. C'est un vrai clown. Les deux personnes. هنا أيضا تشير لها إلى أشخاص أو شخصين عفوا يوجدان في الصورة. فتقول les deux personnes بمعنى الشخصين. Les deux personnes. Une personne بمعنى شخص. فنقول les deux personnes بمعنى الشخصين. Les deux personnes à gauche بمعنى على اليسار. هنا في الصورة على اليسار. À gauche. نقول à droite بمعنى على اليمين. Et à gauche بمعنى على اليسار. À gauche. Ce sont mes parents. Ce sont mes parents. Mes parents. بمعنى إنهما والدي أو أبوي بمعنى الأم والأب. Les parents. La maman et le papa. نقول باللغة الفرنسية les parents بمعنى الأم والأب. Ce sont mes parents. إذا لدينا سارة ولديها أم وأب بمعنى أن شخص يمتلك أكثر من شيء واحد. لذلك استعملت مي c'est un adjectif possessif أيضا. لذلك قالت مي parents. لاحظوا معي هنا لدينا ce sont. إذا هنا للإشارة لدينا ce sont وهنا لدينا c'est. Alors là نستعمل c'est إذا كنا نريد أن نقول هذا c'est moi. هذه أنا أو هذا أنا. يعني هنا لدينا مفرد. أما هنا فهي تشير إلى الأم والأب، تشير إلى أبويها أو أمها وأبيها بمعنى الاثنين. فتقول ce sont mes parents. إذا دائما إذا أردنا أن نشير لشيء واحد لشخص واحد نقول c'est سارة. هذه سارة. c'est سارة. c'est moi. c'est toi. ولكن عندما يعني نريد أن نتحدث عن شخصين أو أكثر أو شيئين أو أكثر فنستعمل Ce sont mes parents. إذا كما أخبرتكم إذا مثلا سألت كي أكري سور لو تابلو، من كتب على السبورة. إذا هنا أخبرتكم أن الشخص الذي أمامي يمكنه أن يقول سي موا، أنا، إنه أنا من كتب على السبورة. أو يمكنه أن يقول لي سي توا بمعنى أنت من كتب على السبورة. أو يمكنه أن يقول لي سي لوي إذا كان يتحدث عن مذكر غائب. أما هنا فيمكنه أن يقول لي Ce sont nous. بمعنى إنهم نحن الجمع. أو يمكنه أن يقول Ce sont vous. بمعنى إنهم أنتم. أو يمكنه أن يقول Ce sont eux. بمعنى إنهم هم. أو Ce sont elles avec S. بمعنى إنهن هن. إذا نقول سي للمفرد ونقول Ce sont للجمع. إذا فقط هنا بين قوسين Ce sont mes parents. إنهم والدي أو أبوي بمعنى أمي و أبي. نورا، إذا هنا نورا سوف تطرح سؤالا. إي تا سور بمعنى وأختك. أين هي أختك؟ وأختك. إي تا سور. سارة. ما سور. أختي. ما سور. إلي. إذا هنا تعود على لا سور بمعنى الأخت. لذلك استعملنا إل فيمينا ولم نستعمل إل. إلي.
sur une autre photo. Elle est sur une autre photo. بمعنى إنها في توجد يعني في صورة أخرى. Elle est sur une autre photo. وليس في هذه الصورة التي نراها الآن. Elle est sur une autre photo. Regarde, Andori. Regarde. Elle est sur une autre photo. Regarde. Alors, Fujiko, Nora. Ah oui. Ah, Ajel. Ah oui. Il y a une grande. Il y a. Munaka. Il y a. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. هناك اختلاف كبير. Il y a une grande différence. هناك فرق كبير. هناك اختلاف كبير. انتبهوا اختلاف وفرق في اللغة العربية هي كلمات يعني مذكر ولكن في اللغة الفرنسية نقول la différence بمعنى الاختلاف. Alors c'est un nom féminin. لذلك استعملنا grande. قلنا grande ولا نقول grand. Alors il y a une grande différence. هناك اختلاف كبير d'âge. اختلاف كبير في السن. Il y a une grande différence d'âge. هناك اختلاف كبير في السن. Entre. بين. هناك اختلاف كبير في السن. بين. Il y a une grande différence d'âge entre ta sœur et toi. Ta sœur, بمعنى أختك. بين أختك وأنت. بمعنى هناك فرق كبير بينكما في السن. Ta sœur et toi. أنت. أيضا نقول toi بالنسبة للمذكر بمعنى أنت. Et toi. Sarah. Oui. أجل. هناك فرق كبير بيننا. Oui. 12 ans. 12 ans بمعنى 12 سنة. الفرق بين سارة وأختها هو 12 سنة. نورا سي بوكو بمعنى هذا كثير. سي بوكو. سارة وي أجل. وي. Je suis un peu son enfant. Je suis أنا. Je suis un peu son enfant. بمعنى هنا تقول بأنها يعني تحسب كأنها طفلتها بمعنى تعتبر أختها كالأم بالنسبة لها. إذن هذا يحدث في الكثير من العائلات. يكون فرق بين الأخوين في السن فيصبح الأخ الكبير مثل الأب أو الأخت مثل الأم. إذن سوف أعيد قراءة الحوار ولكن هذه المرة سوف أقرأه دون أن أشرح. الآن فهمتم الحوار جيدا. ركزوا معي كيف سأنطق الكلمات. في البداية حاولت أن أنطقها بشكل متفرق وببطء يعني حتى تستوعبوا كل كلمة. الآن سوف أقرأ الحوار فأتمنى أن تكتبوا الحوار في دفتر وأن تحفظوا الكلمات حتى يعني تصبحوا قادرين على التحدث باللغة الفرنسية. Alors, Sarah, la petite fille, c'est moi à 5 ans. La petite fille, c'est moi à 5 ans. Oh, tu es horrible. Oh, tu es horrible. Merci. Merci. Le garçon blanc, c'est mon frère. C'est mon frère. Le garçon blanc. C'est mon frère. Il est drôle. Il est drôle. Il est drôle. Oui, c'est un vrai clown. Oui, c'est un vrai clown. Les deux personnes à gauche. Les deux personnes à gauche. Les deux personnes à gauche. Ce sont mes parents. Ce sont mes parents. Ce sont mes parents. Et ta sœur? Et ta sœur? Ma sœur, elle est sur une autre photo. 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 Regarde,
Elle est sur une autre photo. Regarde. Ah oui. Ah oui. Il y a une grande différence d'âge. Il y a une grande différence d'âge. Il y a une grande différence d'âge entre ta sœur et toi. Il y a une grande différence d'âge entre ta sœur et toi. Oui, 12 ans. Oui, 12 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, je suis un peu son enfant. Oui, je suis un peu son enfant. Son enfant. إذن أتمنى أن تكونوا قد يعني استوعبتم وفهمتم الحوار، كما أتمنى أن تكونوا قد سمعتم جيدا كيف أنطقوا الكلمات. حاولت أن أنطقها في المرة الأولى بشكل يعني متفرق وببطء، والآن حاولت أن أقرأها أيضا بشكل يعني أسرع قليلا. لذا أتمنى أن يستفيد الجميع، وحتى يستفيد الجميع. شكرا لكم على تتبعكم، وأتمنى لكم التوفيق في تعلم اللغة الفرنسية.